السلام عليكم، مازول في اللون. اولا بغيت نترحم على صاحب الجلاله المغفور له الملك محمد الخامس، صانع الاستقلال ديال البلاد في هذه المناسبه ديال 11 جانفي. وبنفس المناسبه نترحموا على صاحب الجلاله الحسن الثاني، الله يرحمه ويوسع عليه. ونا بوكو دو سوجي هذا النهار. كاين اول سوجي هو بعدا نباركوا ليكيب ناسيونال الربح ديال البارح. احنا المهم عندنا هما لي 3 بوين، وماتش كان ماشي سهل. مبارخين بزاف د المغاربه اللي تيقولك لا وما كانش اللعب، حنا ما بغيناش اللعب، بغينا لي 3 بوين. انا بعدا باغي لي 3 بوين، ما بغيتش اللعب. و كان الماتش تري ديفيسيل، هنا كاين لو برومي ماتش وكنا خايفين نتشمتو، وكانوا داخلين في واحد الحاجه اللي ماشي هي ثقه، ما كانتش باقي الثقه ديال الجروب بيناتهم، حيت كانوا اربعه ولا خمسه ديال اللعابه جداد مازال ما عمرهم لعبوا مع ليكيب ناسيونال، اول ماتش تيلعبوه. و الحمد لله دابا غيبداو يتوالموا، وانا متاكد بان غادي يكونوا من حسن الى احسن ان شاء الله. و المهم عندي انايا هو اون سو كاليفيو، من بعد لعبوا ماتش بار ماتش في الكار والدومي، وان شاء الله اوني بيان بارتي الحمد لله. دونك مبروك على ليكيب ناسيونال. ثاني بون نوفيل هو البارح خرج واحد الخبر بان يسون ريتروفي الغاز في اللارج ديال العريش ديال العرش، دونك افيك اون غراند كونتيتي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يسهل لهم دون نستعملوا هذاك الغازودوك نصيفطوا به حنا لاسبانيا. وهذا بون نوفيل بحتو لي ماروكان. المهم عند المغاربه هو الانرجي والطاقه تكون، ونخدموا لي زوزين باش نخدموا الناس، باش يكون بوكو بلوس دو مان دوفر و موان دو شومور. حنا خاصنا نخدموا نحيدوا البطالة. المهم الا خدمتي البطاله ليكونومي كلها غادي تدور، ولا كان عندنا الانرجي والناس عندهم الالكتريسيتي وكلشي رخيص، ان شاء الله البلاد غادي تزيد 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 لقدام. واخا حنا كلشي خدام على هذا السيكتور ديال الانرجي، حيت الانرجي هو المهم دابا، ما كاينش حاجه. عندك دو سيكتور مهمين هو الماء ديال الشرب والانرجي، كلشي دايز على هاد جوج الحوايج. وغادي نرجعوا غنشوفوا ثاني نخرجوا من هاد البلاد السعيده اللي مسهل عليها الله، وغدا من حسن الى احسن غندوزوا عند الكراغيله ولا الكبرانات. اول حاجه غادي بلاتي بلاتي غادي نمشي نوريكم واحد الفيديو، وفيديو اول قالها واحد خينا ديالهم نيت، قال لك هما لي نيميرو 1 او موند avoir pris la décision ديال موان 18 ans. ما عرفناه زيت، ما عرفناه كونياك، ما هذا كل واحد فيديو ضحكتني. قال لك الجزائر الجديده في عهد شنقريحه، حتى هو الدوسي ديالو هو جاي غادي نعاود لكم بعد. الجزائر الجديدة أو سيريات يبيعوا له الزيت، قال لك ولاو يبيعوا موان 18 طون. لا لا يبيعوا غير معرفة عندهم من هاك. ها 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 وزوالي شحال شحال حليب وبيدو زيت. يجي غير على آخر شهر هذا وش تديري في الدنيا هذه؟ أعطينا كلمة خويا رياض. أعطينا كلمة. أعطينا كلمة. لا تقول لنا فيزا ونهربوا قاعدين كلمة. ها وليك زوالي ها. جاب بيدو زيت وهذا إنجاز عظيم على بالكم. الله غير انجاز عظيم. هذا راه هادشي بون تيضحك وتيبكي، ولكن انا هما كلهم يدبروا روحهم. ملي تيقول لك اسيدي راه حنا غادي وحيدنا لا مافيا، خاصك تعرف بان هاد الناس ما داروا هاد المشاكل. انا تنظن انا على ما تنظن انا انهم تيديروا هاد المشاكل باش يلهيو الناس، حتى تيمشيو مع ذاك المثال ديال جوع كلبك يتبعك. هاد الناس يجوعوا هاد الناس بالعاني لو فون اكسبري باش هاد الشعب يبقى ملاهيها مع الزيت البطاطا الحليب، ما يشوفش معاهم السياسه، هما بايعين شارين هذوك شي وحدين شي مافيات. غادي الموضوع الثاني، لان كاين واحد واحد لو دوسي خرج البارح كوم اون بومبا اتوميك ديال لا مافيا ديال شنقريحه، بانه تلهيو هاد الشعب باش ما يشوفش هادشي ديال لا بوليتيك، وما يشوفش هاد العسكر شنو تيدير. ولكن انا مشيت التلفازه ديالهم، واحد كتب تيقول لك هناك مؤامره على الجزائر من دوله
في حدودنا تتحكم في الاقتصاد الجزائري. ما انت دولة على قدك وانت تقول احنا يا من دو احنا من قوة قاهرة قوة ضاربة وعندك بلاد تتحكم في الاقتصاد ديالك. كما تصفيك راه هذا اعتراف بانك انت ضعيف. منين دولة اخرى مجاورة تتحكم لك في الاقتصاد الداخلي ديالك. ما عندهم شي واحدين تيدخلوا في التلفاز عندهم دي شي محللين سياسيين والله تا لا اله الا الله. وتسنتنا البارح الرئيس اللي ماشي فعلي لان كاين الرئيس الفعلي وكاين الرئيس رئيس الدوله الماريونيت ديالهم قال لك حنايا احسن منظومه صحيه. والبارح راه تيدافع عليها. شوف هاد العيالات كيفاش عايشين في السبيطارات عندهم سي غاف. من 17 ولايه من شرق البلاد ابتسام جاوي. ثلاث نساء الى اربع على سرير واحد واربعه مواليد جدد في السرير الواحد هي حاله مصلحه الولاده بالمستشفى الجامعي بقسنطينه. وضعيه كارثيه بكل المقاييس تعانيها المصلحه التي تستقبل اكثر من 100 امراه يوميا من كل ولايات شرق البلاد. من عين وليلة زوج في سرير والدم والخماج متلاغمة القرار ولا بعثوكم القرار والهما ما على باليش قالوا لي طلع لك سنطينة طول. مشاكل بالجملة حملها الكادر الطبي وشبه طبي ورمى بها إلى رئيس المصلحة. لا 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 فيديو ما لي باي مش با جوليا غاردي. انا تنشوف انا خاطري تيضرني في بلاصتهم ما عرفتش. انا ما تنقولش فينا المغرب ما كاينش مشاكل صحيه وحنا تنحاولوا نصلحوها. كاينين مشاكل صحيه ولكن ماشي ثلاثه في الشغل ميملي ولا اربعه شغل ميملي انا وماشي في اون غراند فيل بحال قسطنطينه باسكو لي غراند فيل فيهم يا دي بلاص. تقول لي في الباديه في الجبال في هذه جو كومبرون كو يقدر يكونوا دي زاكسيدون بحال هكا وهكاك وحنا ما راضين نشبيهم وتنحاولوا نحاربهم ولكن هما ما تيشوفوش. وحنا ما تنقولوش انا قوه ضاربه في الصحه. حنا اون سي كو يا ان بروبليم في المنظومه الصحيه عندنا وتنعترفوا بها. وداكشي علاش هما سي دو فاكسيني لي جون باش ما يمشيوش بزاف للسبيطار لو ماكسيموم دو بيرسون باش يمشيوش لينا ما عندناش اسي دو لي. دونك هو تيقول لك حنايا منظومه صحيه وما تعترفوش بها. قال لك لي زالجيريان ما تعترفوش بالقوه الضاربه وحنا قوه ضاربه. وانا غادي نجاوب على هذه القضيه. هذا الفيديو اللي تيهضر على راسو انا ما نجاوبش. دوم منا كاميرا عليك كم جايزين كنعرس دكتور دوم الفندو خويا ما كفاش مازلنا عايشين يا صاحبي. دخل فينا شهر من هنايا هيا حبيبي انت هو لك دير لافير هنا فشاك شو طريق هادي ياك راني افترختون بصح والله العظيم ما تقدرش راني كريفيت لا لا ما رسول الله ما تقدر تخرج طونوبيل ما تقدرش صحابي ما كاش يقول لك رانا في العاصمه. يا هل ترى بالنسبه لي يا هل ترى هذه عاصمه العاصمه يا هل ترى هذه ماشي باتنا واش راك تشوف رانا في العاصمه بالك تجي الرباط ما كاش واخا هما با كومباري العاصمه ديالهم حتى مع مع اليوسفية ما تقدرش ما تشوف با كومباري. ما جو سي با مو ثلاث بوكدرا ما تقدر ثلاث بوكدرا احسن منهم. قالوا لي راهي مليحه وخدموا لنا في ان باتلان. لا لا الماما علاش خدموا لنا الماما دوك الطريق ولا سينيسمو الاخر ما عندنا والو ما عندنا غاز ما عندنا با دا سينيسمو في لا كابيتال رانا في ميزيريا راك تشوف ميزيريا سمح لي راكم في صور خذ الطريق صورها صورنا عندنا ما صورنا 2022 الناس كيفاش تمشي كيفاش تمشي كيفاش تعيش وين الدراري كيفاش يمشوا وين يروحوا في النهار الصبح نساك نشوف نسى اقسم بالله غنشوف الدراري رايحين يخدموا صباح ربي مسكينه تسلف تعاود تولي دار دراري صغار ها ولك انسان كبير. هنا شوف هنا هنا ما عندكش ارواح ما عندكش لي بوط يا رانا بليبوط ها ها هنا ما كاش ليبوط خويا هنا ما تمشاش. انا حتى انا غنبقى نكمل هنا بليبوط ومشي انا ما تنشفوش فيهم غير هي ما كاينش واحد تيخرج تيقول لك حنا احسن منظومه ولا احسن قوه قاهره. ما عندناش الكذوب حنا عارفين الحقيقه ديالنا وتن اون في تو بور ارانجي نو زافير. اراك لافير الوار لافير الوار هو السي رئيس الدوله ديال بصح رئيس الاركان جنجريحه خرج البارح لو سكرتير بيرسونيل
يا لقيت صالح اللي كان قبل من شرق ريحه وخرج بتصريحات خطيره. قال لك لو بلو غون مافيو ترافيكون دو دروغ اللي تيجيب قال لك لا دروغ من المغرب، دونك هو اللي تيتعامل مع لي ترافيكون دو دروغ اللي حنا تنحاربوا هو شنقريها، هو اللي تيفاسيليتي لهم لاطاش، هو اللي تيمشي يتلقى السلعه للحدود. اذا حنا تنحاربوا وتنليغاليزيو الكنابيس واحد جار حدانا هما اللي تيشجعوا داكشي، ونفس هذاك نفس الشخص هو اللي تيدير لي ديسكور وتيقول لك تيجينا المخدرات من المغرب. دونك هو اللي هو لو ترافيكو اي لو بوليسي. هاد لا بعد لا ريفيلاسيون دارت باغ هاد لو سكرتير اللي مدفوع 100% دوتر جينيرو اللي مضادين مع هاد سي رئيس الدولة الفعلي. إذن كاينه واحد الحرب بيناتهم بين لي جينيرو، دونك القضية عندهم غدا وتتكحال. جو سوي سيغ كو سا فا ايت لا فان فا ايتر تخي 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 زالارمونت و سانغينير كاع. هادشي غادي يمشيو شي عشرية ولا عشرينية كاع، ماشي عشرية عشرية سوداء، غيمشيو شي عشرينية خيبة. دونك حنا خاصنا نأمنو الحدود ديالنا، وخاصنا حنايا نحاربو نزيدو نحاربو هاد لي ترافيكون دو دروغ اللي عندنا. دابا هذا مبقاتش دولة، هادي راه مافيا. هاد السيد هذا وحنا تنعرفو هما اللي تيجيبو لو كوكايين، والتبون هو لان دي بلو كرون مافيو ديال لا كوكايين. كان في الحبس وخرجوه من الحبس حيت رجع باه رئيس. القرقوبي اللي تيجينا من اللي تيجي اللي في المغرب تيجي من عندهم، هما اللي تيصنعوه سي او كي لو. هذا عندي واحد الالجيريان كي غوكوني كو لي بسيكوتروب اي تو سكي كومبريمي مهلوسه تو سكي بسيكوتروب تيجيو من الجيري وتيتصنعوا عندهم دي زوزين، تيقتلوا ولادهم ويقتلوا حتى ولادنا. دونك خاصنا نصيبوا حنا شي حل لهاد الحدود، خاصنا نحددوا هادشي ويعوموا بحرهم، يعوموا بحرهم يبعدوا منا، سي تو سكون فو. والله وغادي نسالي هاد لا بوتيت انترفونسيون ان شاء الله فوندغودي يكون شي رباح اخر شي 3 بوين اخرين ونتناو. و جو سويت ا تو لي ماروكان الصحه والسلامه. نسير النجاح.